انا عايز ارسم حاجه 2D، اجي هنا اختار من هنا اقول له انا عايز مثلا بارت ديزاين، ارسم المثال اقول له انا عايز ارسم سكتش، اقول له عايز السكتش بتاع الاكس والواي ولا الاكس والزد ولا الواي والزد، اقول له خليها اكس واي. ممكن ارسم مثلا لاين بالشكل دوت، لاين تاني بالشكل دوت، وارسم مثلا شكل مستطيل، ارسم دايرة، ارسم بول لاين مثلا زي ما انت عايز. لما تيجي تخرج الامر دوس بس رايت كليك هيخرج معاك، عايز ترسم نقطة زي ما انت عايز، كل الاشكال دي بترسم اللي انت عايزه وتسهل عليك ايه الشغل. طيب لو انا دلوقتي جيت اتعلمت على الخط دوت وعلمت على الخط دوت، بلاقي ان الاوامر اللي فوق دي اتفعلت. الاوامر دي بتخليني اعمل كونسترين او بعمل قواعد بينهم، يعني ممكن اقول له مثلا ايه، خلي الاتنين دول متوازيين، فاصبح متوازيين. فلما اجي احرك النقطة دي مثلا اهي، بلاقي ان هو محافظ على العلاقة ان في بينهم توازي. خلينا نعمل علاقة تانية مثلا بالخط ده والخط ده، أقول له خليهم مثلا عمودي، فده هيحافظ على العلاقة مهما حصل لازم يكون علاقة، فبيتحركوا. فبتلاحظ إن التلاتة بيتحركوا مع بعض، يعني في علاقة. ده لما رسمناه برضو في علاقة بينهم إن كل ضلعين متقابلين متوازيين. ممكن أعلم مثلا على النقطة ديت والنقطة دي وأقول له خليهم لنقطة واحدة، تمام. فده دي خلاص بقت قاعدة ما تقدرش تتحرك منها، يعني تيجي انزل ما يرضاش، يقول له لا انت في حاجة ماسكاك، تمام. فدي بعض الاوامر اللي بتسهل عليك. اجي هنا اقول له اعمل لي دايمنشن، واكتب بقى الدايمنشن اللي انا عايزه، ده مثلا خليه 50، فانت بتتحكم في الدايمنشن دوت، تمام. عايز اقول له مثلا هنا ادي لي الخط ده مثلا قد ايه، تمام. فتقدر تغير زي ما انت عايز. فكل الحاجات دي القواعد دي بتسهل عليك ان انت ترسم حاجة ثنائية الأبعاد، وتكون قاعدة ويكون في بينهم ترابط، وبعد كده نحولها ل3D. وبتيجي هنا بتلاقي الكونسترين اللي انت عامله، وبتلاقي هنا العناصر اللي انت عاملها، تقدر تعمل سيلكت على اي عنصر وتعدل فيه زي ما انت عايز. وممكن تقول له ابديت، ممكن تقول له كلوز، رجع تاني مجرد اعلم على اي واحد واقول له اديت سكتش، الاقي نفسي رجعت للسكتش ده تاني.